السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. اليوم راح نديرو مملحات بلاباط فيتي اللي كنت خدمتها المره اللي فاتت واللي كنت حطيت لا فيديو نتاعها. لهذا المملحات او لي سالي لازم نقلل من اللحم المفروم، لا فيون داشي، شويه معدنوس، وزوج حبات بطاطا صغار نقيتهم وغليتهم. عندنا ايضا قطعه زوج قطعات نتاع البصل. نحتاج ايضا للتتبيل شويه نتاع فلفل الكحل وشويه نتاع الملح. راح نضيف ايضا شويه زنجبيل. راح نوضع هذا اللحم في المقله، نحط له هذاك البصل ونقليه ونضيف له المعدنوس ونكرازي هذه البطاطا نزيدها معاهم. وراح نعمرو لي سالين تاعنا. عندنا قطعه تاع فرماج شيدر اللي راح نرابيها، وعندي دو بورسيون تاع تشيزي. نبداو على بركة الله نحضروا هذا اللحم. انا حطيت هذاك البصل في المقلاة مع زوج مغارف نتاع الزيت، نقليهم. فوالا نقليه، نخلو هذا البصل يتقلى شويه. بعد ما يتقلى شويه نحطو هذاك اللحم لا فيون داشي. انا ضفت له القليل من فلفل الكحل، دوك نجيب له شويه زنجبيل ونخليه يتقلى. نحطو شويه زنجبيل، نخليه يتقلى شويه. انا نضيف له هذيك البطاطا بعد ما نكرازيها بالفشيرة. نحط له شويه تاع الماء باش يخرج الجي نتاعو. هذيك البطاطا راني كرازيتها بالفشيطه وضفت لها داك المعدنوس، راح نفروها على هذاك لا فيون داشي، نخلوها تطيب معاها. نضيفوا الملح مع الاخر كامل مع التالي، ما نديروش في الاول باسكو بسمنا هذاك لابلون. فوالا دروك نحي هذه لافارس ونحطها في ناسيت، نبدا نجيب هذوك لي صالين تاعي. انا دينا كميه من لاباط فيتي، راح نقسموها. انا ديت كميه من هذيك لاباط، انا راح نحلها. فوالا نحلها بالحنزل، نحلها مليح. نوضع كمية تاع لافارس او ميليو في الوسط، نوضع قليل من الحشو هنا. تاع البطاطا مع لا فيون داشي، راح نضيفو قليل من هذاك الجبن en portion que vous bien. راح نضيفو قليل من شيدار، راح نرابي القليل من شيدار من فوق. فوالا بهذه الطريقه راح نجمعو لي كوتي. راح نشكلو
تشغل وردة. Et je pince les côtés. Je pince les côtés encore. Voilà. Pincez les côtés qui manquent. Voilà. Faites-moi aller la forme. On parle avec le. Et je pince quand même les côtés. Voilà, on a le habit. On a le papier cuisson fait le cinéma. La forme de ça. هذو هما المملحات، راح ندخلوهم الفرن، بنسيت لاباط كاع في لي كوتي، وحطيت داك الحشو قبل وطلعت لاباط بنسيتها، فوالا، هذه لافون، دوك نروحو ندخلوهم الفرن، نباديجونوهم وندخلوهم الفرن، نديرولهم صفار البيض، نضيفولو القليل من الخل، وندخلوهم الفرن، نباديجونوهم نديرولهم لو جون دوف. اللي كنت زدت له شويه تاع الخل، هم قريب يطيبوا دوك المملحات، هم طابوا هذوك المملحات، هذو هما خرجوا ما شاء الله روعه، اون فورم دو فلور، بانسيتهم كيما بانسو القنيدلات، هذه هي الوصفه تاع اليوم. إن شاء الله يكونوا عجبوكم، إلى الملتقى مع وصفة أخرى إن شاء الله، شهية طيبة، لا تنسوا تدعموني بلايك وتفعيل الجرس، وشكرا.